اخر نوع هيكون معانا بقى القنبله الخلطه. هنعمل الجبنه الكوبايات بالخلطه، والخلطه نفسها اللي هنحطها فيها هي دي القنبله، عباره عن بسطرمه وزيتون وفلفل، سواء بقى الفلفل حامي، فلفل بارد، انا حاطه رومي بارد، اللي يعجبك زي ما انت عايزه. قد ايه التلاته دول مع بعض في الجبنه الكريمي او الجبنه الكوبايات؟ ملهمش حل، الله اكبر عليهم. نقول المقادير تاني: ربع كيلو جبنه قريش او خرطه واحده كبيره، كوبايه لبن، ربع كوبايه زيت، زيتون شرايح، بسطرمه مفرومه بالسكينه، فلفل رومي برضو مفروم بالسكينة، وثلاث معالق كبار لبن بودر. دي المقادير بتاعتنا زي ما اتفقنا. نفس الحكاية، فين الكوباية المعيارية؟ الكوباية المعيارية. طيب نقول تاني المقادير بتاعتنا على ما نجيب الكوباية: كوباية لبن، ربع كوباية زيت، ثلاث معالق لبن بودر، بسطرمه مفرومه، فلفل مفروم، زيتون شرايح. تمام، نفس الخطوات بالظبط. ادي كوبايه لبن تتحط في شفشق الخلاط كده. حاضر يا فندم. ونقطتين زيت الاول. سهير اهلا وسهلا حضرتك. اهلا يا زميله، ازيك؟ اهلا بيكي. ازيك يا استاذه سهير؟ اهلا بيكي، اهلا بيكي. عامله ايه؟ انا والله يعني مش عارفه اقول لك، انا كبيره جدا بس اتعلمت منك حاجات كتير جدا. يعني يا حبيبتي حضرتك كبيره في المقام، ربنا يكرمك يا رب يخليكي. متحرمش منك تعيش. حضرتك الجبن اللي حضرتك بتعمليها دلوقتي دي مش هتتاكل مره واحده، بس احفظها ازاي؟ احفظيها في التلاجة، ما فيهاش اي مشكلة. في التلاجة قد ايه؟ في التلاجة لو هتعملي مثلا الثلاث كوبايات دول. لا خلينا في صنف صنف يعني. صنف واحد. هتعملي نفس الكمية اللي انا عاملاها دي، ممكن تقعد معاكي 3-4 ايام في التلاجة. ما يجرالهاش حاجة، بالذات القشطة ممكن تضرب. بس تغطي الوش كويس. اه تمام. طيب افرضي ان انا هتطول معايا اكتر من كده، او عملت كمية كبيرة، على طول في علبة بلاستيك في الفريزر، مش هيجرالها حاجة. تمام؟ طيب ماشي. قولي لي ايه تاني انا معاكي. الله يخليكي بقى. سؤال المهم بقى، انا عندي كاكاو خام بس بيمرر كل حاجه بعملها. طيب هل ينفع ان انا ازوده سكر بودره علشان اعادل شويه المراره دي؟ قبل يعني مثلا ده كميه مثلا سكر في الكيكه بتبقى يعني كوبايه، هزوده بقى كمان فهتبقى كميه السكر في الكيكه كوبايه وربع او كوبايه ونص. ينفع؟ لا بصي بقى، انت هتجيبي كميه الكاكاو الخام نفسه اللي عندك. تمام. وهتحطي عليه شويه. انت عندك قد ايه مثلا؟ حوالي قد ايه كده؟ كيلو. كيلو. هجيب كوبايه سكر باودر. ايوه حبيبتي. واحطها على الكاكاو نفسه. ايوه. واعملهم كلهم في بعض، اضربه كله في بعضه، واروح نخلاه بالمصفى السلك. ماشي. واستعمليه على انه كاكاو، مالكيش دعوه انه عليه سكر، مالناش دعوه، لانه هو هيمتص السكر اللي موجود. يعني لما تيجي تعملي دعوه بالمقادير بتاعت الكيكه نفسها، واستعمل ده على انه كاكاو عادي. كاكاو عادي، ماليش دعوه خالص بالسكر اللي انا زودته، انا بلتزم بمقادير الوصفه بس. فان شاء الله يحل معاكي باذن الله. الله يخليكي، انا متشكره جدا. ما تحرمش منك. العفو، شرفتيني يا حبيبتي، شرفتيني. الله يخليكي. مع الف سلامه حبيبتي، مع السلامه. ادي برضو قطعه الجبنه القريشه اهي، فرمتها. نوع بقى الوصفه بتاعت الجبنه دي قنبله. تاني كوباية لبن، نقطتين زيت الأول، وحطيت 3 معالق كبار لبن بودر، دول اللي حطيتهم هم في الخلاط. وادي قطعة الجبنة القريش فرمتها، وبعدين هروح واخدة بقى الخلطة بتاعتي، مقادير الخلطة. ادي شوية زيتون. يا أم ندى أهلا وسهلا. ازيك يا أم ندى؟ الله يخليك يا شيف هاله. عاملة ايه يا قلبي؟ الحمد لله يا حبيبة قلبي. انت عاملة ايه وصحتك عاملة ايه؟ بخير يا حبيبتي الحمد لله. سلامتك ألف سلامة يا حبيبتي. الله يسلمك. ربنا يا رب يطمنا عليك يا رب. يا حبيبتي يا رب ادعولي ادعولي. مش عارفة ربنا يبارك لك ويديك الصحة يا شيف هاله. احنا مش عارفين نشكرك على ايه ولا على ايه. ولا تشكروا وتشكروني ليه يا جماعة؟ ده وجبي والله، وجبي ناحيتكم. انا عملت الزبيب طلع تحفة تحفة والله ما شاء الله. شفتي بقى؟ تسلم ايدك، تسلم ايدك والله يا شيف هاله. شفتي فرق عن الزبيب بتاع السوق خالص؟
خالص ازاي؟ كتير كتير جميل جدا 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 والله. والله برافو عليكي بجد. ربنا يخليكي حبيبتي. انا بعمل كل حاجه على فكره انت بتعمليها. والله برافو عليكي. والله العظيم كل حاجه انا بعملها من وراكي. ما شاء الله عليكي. اتعلمنا منك الكتير قوي والله يا شيف هاله. ربنا يخليكي. بذمتك مش الحاجه في البيت بايديكي احسن من السوق مليون مره؟ بكتير بكتير والله. ده اللي انا دايما بقول عليه. بكتير والله يا شيف هاله. والانضف واحسن. صح وحاجه جميله. كفايه ان انت بتاخدي حاجه من ايدك بتعملي حاجه بتفخري بنفسك يعني. طبعا بتبقي فرحانه وتقولي ايه كلمتنا المعهوده صنعت ايديا وحياه عيني. النهارده بقى بعمل الفطير المشكل. الله عليكي. الله عليكي يا حبيبتي. ربنا يخليكي يا شيخة. ربنا يعينك. منك يا رب يخليكي يا حبيبه قلبي وما تحرمش منك وسلام البيت العيله كلهم. الله يسلمك. تعيشي يا حبيبتي. شرفتيني وفرحتيني بكلامك. نفس الحكاية هاخد اللبن والزيت جنبي. لو لقيت الزيت كده كده بقيت ربع الكوباية لسه ما حطيتوش. لو لقيت بعد كده القوام تقيل هزود لبن مش هنزود زيت. يلا بينا. أستاذة فاطمة أهلا وسهلا. يا أستاذة فاطمة بعد إذنك. شكرا أستاذة فاطمة. طيب أستاذ عادل أهلا بيك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا. لو سمحتي بس أنا بتصل عشان خاطر الأخت اللي اتصلت عشان بنتها. خير يا فندم. ألو. أيوة سامع حضرتك. الأخت اللي هي اتصلت عشان بنتها عندها التهاب في القولون يعني. أه خير إن شاء الله. هو بس زي ما تقولي أنا كنت نفس الموضوع كده بالظبط. أه التهاب مزمن على طول. التهاب مزمن وكان في قرحة في المعدة وحاجات زي كده. أه فكنت ببص على التلفزيون ففي قناه اسمها قناه الصحه والغذاء. القناه بسم الله ما شاء الله عليها استاذ كبير جدا للاعشاب وحاجات زي كده فقال لي استخدم ورق الزيتون. ولو عندها قرحه مدممه يعني في دم بينزل في البراز لونه والبراز لونه غامق. هتضطر ان هي تجيب من عنده حاجه اسمها كركمين. انا يعني اشتريته من عنده. بسم الله ما شاء الله يعني بعد شهر بالظبط راح الالتهاب خالص من معدتي وبقت زي الفل الحمد لله. ربنا يتم شفاك على خير يا رب. واشكرك. انا بس يعني اتمنى ان هي تكون سامعه البرنامج عشان خاطر يعني تعمل لها الموضوع دوت على طول يعني. ماشي ان شاء الله رقمها يعني معانا. يعني تستخدم ورق الزيتون ده هو بتعمله لك حقنه شرجيه كده اهو. وربنا ان شاء الله يكرمها يا رب. اشكرك يا استاذ عادل وربنا يجعله في ميزان حسناتك. الف شكر. يلا بينا. ما جتش لبن، ما زودتش اي حاجه لغايه دلوقتي. كل الاطعمه بتاعتنا ماشيين بالمقادير مظبوطه. دي جميله 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 ما تتخيلوش. دي طعمها وريحتها جميله قد ايه ما شاء الله عليها. ام احمد اهلا وسهلا. يا ام احمد. ايوه معاكي يا مدام. ازاي حضرتك يا ام احمد؟ عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ازاي حضرتك؟ الحمد لله. انا حاولت اكلم حضرتك كتير. انا اول مره كنت اتصل عليكي معلش. اهلا وسهلا ويا ريت تكلمينا على طول يا ام احمد. والله نفسي بس مش بلاقي يعني على طول من الاتصالات. بسم الله ما شاء الله مشغوله يعني. ربنا يخليكي. الله يخليكي. وان شاء الله يكون لنا نصيب تاني يا حبيبتي باذن الله. ان شاء الله باذن الله. ان شاء الله. معلش لو سمحتي في عندي شويه بلح. عايزه اعملهم عجوه مش عارفه اعملها الطريقه اللي اعملها ازاي. تعمليهم عجوه. كلمه ده عجوه. ماشي هقول لحضرتك وانزل لك المقادير. احنا عملناها قريب على فكره يعني ان شاء الله. معلش حاضر. والله مستوى. لا لا من عينيا يا ريتني ننزل لك المقادير. حاضر حاضر حبيبتي. يلا يا اولاد المقادير الجديده ادي كده اللي بالخلطه. يبقى احنا لغايه دلوقتي عملنا الجبنه الكوبايات الساده وبالقشطه وعملناها كمان بالجبنه الشيدر بطعم الشيدر ومش طعم كيماوي. مش اشترينا طعم ده احنا حاطين فيها بالفعل جبنه شيدر. وعملنا اللي بالخلطه. اللي بالخلطه واخده اللون الروز الجميل ده. فيها زيتون وفيها بسطرمة وفيها فلفل. يعني حاجه كده باذن الله زي العسل هتعجبكم جدا ان شاء الله. طيب نقول المقادير.